سلام خوتي، كيداير؟ لاباس عليكم؟ هاني لك سعودة بخير، كنتمنى تكونوا مزيانين. بزاف ديال الناس طلبوا لينا شي فيديو، وحده كتصاوب الاخرى شعرها، ودابا واليوم مريم غادي تصاوب لي شعري، وغادي نوريكم كيفاش كتصاوب البيلوكيريا. حلقة مريم، محلقة مريم، عاش كتقولوا لها. المهم بقاو معانا. كوافوره كوافوره مريم. خوتي دابا ها هي مريم، دابا وجدت السيشوار وجدت المشطات وجدت كلشي. خوتي هي دابا تبدا ليا في شعري. اخوتي هذا هو الشعر دابا كيف قديتو ليها، ياكو فهمتي في الدريسيه هكا. ودابا كنحاولوا نحلو شويه بيدينا هكا، بقيت حليب شويه هذوك باش يبان لك شي ناتوري. شو كل واحد كيفاش كيدير لي، شي كيبغي محلول بزاف، شي كيبغي هكا، شي هكا. شوف هكا كي جاكم دابا ماما، كيف جاك الشعر ديال الدريسية؟ اي واحد الشعر نجمعو لك الفوق. لا ماما، ماما غتخسري زعما بنتي ولات كوافورة. اي خايت، هاي 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 على الناس. برافو على اللي بنوتي ديري هذا الشيء. ها انتو البنات، البنات الحبابات اللي بغات تصيب الشعر تجي عند بنتي سميتها مريم، وغنفتح لبنتي الصالون وغنكتب فيه فوفو ماروك شانيل على الاسم القناة. اي وغندير لبنتي احسن صالون ان شاء الله في مورسيا،
او اللي بغى يصيف الشعر مرحبا، واللي بغى يحرك شعره يجي عند بنتي. ايوا قولي بصحتك. بصحة والراحة والله يا خوتي هني ولكن اي بس يدك لا والله الا لبستك حق لاك لبسيني ولكن الفوق بصحة والراحة والله لا برافو عليك ما ديما تسالك. شكرا مريم. ولكن خاصني نبروفيك انت شنو كديري؟ انت اش كتصايبي؟ ها هي شفناها وانتيا؟ ان شاء الله فوقاش باغا تصايب ايوا اختي تمشد الروندي في السيمانه الجايه. ايوا اختي خصك تشد الروندي اصلا انا عندي بزاف كليان. هاد السيب الروندي فوق قال لك وانا بغيت نصايب انا انت. وقت ما بغيتي تيه. انا وقت اللي بغيت هي الفرحات وهي السعادات وعلمنا. يلا اخوتي شكرا بزاف. المهم هذا هو اللي قلت لكم نتمنى يعجبكم اللي كيطلبوها ياسين. ايوا لقيت اللي كنصاوب لك شي ديال الحلاقه. لك كنتي طالبه هادشي اللي طلبتو ديال تسريح الشعر هما صايبوه لكم. ايوا ان شاء الله بخير. ولا بغيتي شي حاجه اخرى قولوها لينا. نتمنى يكون عند حسن ظنكم ان شاء الله يا ربي الحبيب. كنتمنى يعجبكم الفيديو. يلا يلا السلام عليكم. باي باي. شنو بابا شنو؟ تاو تاو تاو. نتسكر السيد.